طبعا انتوا عارفين رأيي، يعني مش محتاجة اعمل استرس على رأيي في القصة دي، لكن الكلام فعلا زي ما دكتور سامح قال، نتكلم زي حتى قالوا اتكلم عشان اعرفك. يعني لما الواحد بيتكلم يفتح بقه كده ويتكلم، انا بفهم ده مثقف، ده عشوائي، ده بيتفزلك، ده صوته عالي، ده ما والناس بتقعد تنطق كلام انجليزي هم مش فاهمين يعني انجليزي، فبعرف الشخصية اول ما بيتكلم. فانتوا الاثنين اقعدوا اتكلموا، انت اتكلمي عن احتياجاتك. يعني انا دلوقتي بشوف اصلا انتوا ما بتجوش غير باللي انا بقوله ده، بشوف دلوقتي بنات وصغيره، يعني يا ستات يا اللي مش قادره تتكلمي ولا تقولي احتياجاتك، بشوف بنات صغيره 20 22 سنه بتقعد معاه مره مرتين ثلاثه تعارف، ثالث مره بتقولي انا قلت له احتياجاتي ايه، انا بحب كذا وما بحبش كذا، انا بحب كذا وما بحبش كذا، ولما زعلانين تعمل كذا وما تعملش كذا. لقيته مصمم، هو عايز هو اللي يمشيني على كلامه او يسخرني، اللي هو عايز يغير طباعها. قالت لي لا طبعا، سلام عليكم، وانا ليه اهدر طاقتي وصحتي ووقتي مع واحد هو مش عارف يفهمني ولا عايز يفهمني؟ خلاص كده تمام، ابتدينا نفهم اللي هو انا ماشيه في التراك. لا، من اوله، من اول النفق، مش لازم ادخل النفق المظلم واوصل لغايه نهايته ويبقى معايا 3 4 عيال وعمال الطم وصوت وعيط. فمن الاول متفاهمين، تمام، عارفين نتكلم مع بعض، الحمد لله، بيعرف يصالحني لما بزعل، الله أكبر إيه الجمال ده، بيعرف يراضيني ويطبطب على خاطري، كل الحاجات دي بتفرق في الحياة. لكن لما بلاقيه في الأول صامت وقامت وجاحد لا خلاص ما يناسبنيش، اللي ما يناسبنيش يبقى باي باي.